تفضل. كل ما حكى وقت استغلال الوقت خصوصا استغلال الأجهزة وال... نعم. طيب هذه أيضا دعوة مني لطلبة العلم والعلماء حفظهم الله تبارك وتعالى، أنهم يستثمرون هذه الأوقات، الناس عندهم فراغ كبير جدا فيستثمرون هذه الأوقات في شرح الكتب وتطمين الناس وبيان الحق ووعظهم وغير ذلك من الأمور. هذه فرصة حقيقة لا تثمن، فأسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياهم جميعا إلى استثمار هذه الأوقات فيما يعود علينا جميعا بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.